في وقت يرتفع فيه عدد ضحايا فيروس كورونا، أعلن التلفزيون الصيني توصل فريق بحثي من جامعة جيجيانغ إلى دواء فعال وحاسم لمكافحة المرض، مؤكدا أنه نجح في التجربة على البشر شرقي البلاد. دواء قد يوقف سيل الإصابات بالفيروس الذي تسبب بوفاة المئات وتسجيل أكثر من 24,300 حالة إصابة مؤكدة. وللحد من الأخطار، واصلت السلطات الصينية إجراءاتها المشددة، حيث اتخذت إجراءات جديدة للحد من التنقل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية، في مؤشر على قلق السلطات حيال انتشار الفيروس الذي أدى إلى وفاة أولى في هونغ كونغ. في هذه الأثناء تواصل الدول إجلاء رعاياها من مدينة ووهان، ومن بينها إيران التي أجلت طلابها من المدينة الصينية على متن طائرة خاصة. ولدواع إنسانية أجلت إيران على نفس الرحلة الطلبة العراقيين وعائلاتهم والطلبة السوريين. وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، فإن الطلبة الإيرانيين سيخضعون للفحوصات الطبية بعد أن تم نقل الطلبة العراقيين والسوريين إلى بلدانهم مباشرة ولم ينزلوا أرض المطار في طهران. نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا العالي للإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارث، وذلك بإرساله طائرة إيرانية خاصة لنقل أبنائنا الطلاب العراقيين العالقين في الصين. في المقابل وجهت انتقادات كثيرة للسعودية لتجاهلها الطلبة اليمنيين العالقين بمدينة ووهان، واكتفائها بإجلاء طلابها العشرة على متن طائرة ضخمة في الوقت الذي تمنع فيه اليمن من إنقاذ رعاياها بسبب فرض الحصار على مطار صنعاء. على الطلاب اليمنيين اللي في هذه المدينة ما يقارب 170 طالب يمني، لا أحد يلتفت لنا، كل الجالية تم إجلاءها ما عدا الطالب اليمني. يأتي هذا فيما انتقدت بكين قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على المواطنين الأجانب الذين زاروا الصين، ووصفتها بأنها رد فعل مبالغ فيه واتهمتها بنشر الخوف.